l'allocation et l'utilisation de ressources par. استخدام الموارد من قبل التنظيمات الإرهابية. الأمم المتحدة لديها خبرة وأيضا بعض المنظمات الإقليمية والدولية. ومما يبدو لي مهما بما أننا في إفريقيا نعمل مع الاتحاد الإفريقي. فلابد من تعزيز هذه الخبرة والمعرفة على المستوى الإفريقي خاصة على مستوى الدول لأن هذه الأخيرة لديها المسؤولية الأولى وعليها التعاون للتحكم في هذه الآفة وهو شيء ضروري تبادل الخبرات في هذا المجال.